الفيديو ده معانا واحد جايب موبايل بس الشاشة بتاعته متوسخة، بحط عليه معجون اللي هو بتاع السنان، جايب عليه قطنة. هي لما إلا الشاشة، الفكرة ده أنا جربتها على التليفون بتاعي وجابت نتيجة حلوة جدا. جيت الكل جربها، أنا أصلا الحمد لله جايب معايا نتيجة حلوة جدا. وسيبه يجف شوية كده ويمسحه بالقطن تاني. بص هتمن بقى يلمع ازاي، كان في الاول تحس ان هو مخربش بس دلوقتي بقى احسن بكتير. دلوقتي لسه جاي جديد نوفي ده، الحاجة جربوها واكتبولي في الكومنتات. لا حسن، اي خطوط هتمن فيها اي حاجة بيشيلها لك. هي فكرة حلوة، دي بيضك يجاوب على الشبشب، يحط عليه معجون ويعملها، وانت هشوف الفرق دلوقتي بعينيكم. ده فكرة المعجون على الحاجة ده حلو، بينظف على فكرة. بس هتمنى ما يمسحه، أشوفه الفرق هيبان دلوقتي ما بين ده وده. سوي الاتنين، ده بقى أبيض ده أصفر لسه. هنا بقى جايب معاه كتاب، يحط اللي هي لبس القلم كده على الكتاب، حط لبسات اللي هي بتاعت الأقلام كلها اللي ممكن انت تستعملها عشان خاطر مبقاش تشيله، وتحط لها اللبسات. فكرة حلوة دي، حط في الأقلام دي، تحتاج قلم تشد القلم وتكتب. فكرة حلوة، ده فكرة حلوة دي. ده بيقولك لو مثلا انت مش شايف الصفحة انت حاططها فين، هيجيب زي استك يحط في الكتاب بتاعك وتربط بيه. الفكرة حلوة دي، ده بس مثلا على الصفحة ديت تيجي عندها و
وتجيبها على طول. ده بالقلم الرصاص بتمسح بيه بالاستك. لو معكش مساحة أي حاجة تمسح بيها، تمسح بالقلم اللي هي بالاستيك، اللي هو الاستيك ده أحسن بكتير. جايبين ازازة بيقطعها، اعملها معلقة بدل مثلا انت مش معاك معلقة اللي هي الحديد وكده، لا واحدة بلاستيك تعمل بيها على طول. ده فكرة حلوة دي. هو ده هيعمل حاجة بطاقة بالإزازة تاني. أفكار كلها حلوة يعني، مثلا انت عندك حاجات قديمة هتعمل بيها من اللوحة حاجات إزازة أي حاجة. واو هيعمل لها اللي هو مج، ده فكرة حلوة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.